في مجلس للعلم فيه لقاء وفوائد هي للعلوم بهاء ما بين رحلات وكتب جولة هي للمشاهد عبرة وسلام فقه وصول والحديث علومه عربية هي للحوار سماء ميراث علم للمسامر سلوة وبه لريب السائلين جلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أسعد الله بالخير جميع أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ميراث، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. في لقاء علمي على المجد علميا نلتقيكم مجددا في حلقة مهمة جدا بين يدي شهر رمضان، نسأل الله سبحانه أن يبلغنا وإياكم الشهر المبارك، يجعلنا وإياكم ممن يعانوا على صيامه وقيامه. نسأل الله سبحانه أن يسلمنا وإياكم إلى رمضان، ويسلمنا إلى رمضان ويتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. أسعد في هذه الحلقة بضيفي وضيفكم فضيلة الدكتور جبران سحاري. يا مرحبا دكتور. أهلا الله وبارك فيكم أبا نايف. حياكم الله يا شيخ، شلون صحتك؟ نحمد الله. سعيدين بلقائك المتجدد. وأنا كذلك، بارك الله فيكم. وأنتم دائمو البث والإنتاج والنفع. رضي الله عنكم وبارك فيكم ونفع بكم، ونسأل الله يبلغنا وياكم الشهر المبارك شيخنا. اللهم آمين. دائما يا شيخ يعني ونحن بين وبين رمضان قرابة 3 أيام، نسأل الله يبلغنا وياكم. رمضان في أحكام متعلقة قبل مقدمه وقبل حلوله ورؤية هلاله، أحكام تتعلق بنهاية شعبان، وربما من أشهرها وأكثر ما يعني يعرفه الناس أن الإنسان لا يجوز له أن يتقدم شهر رمضان بصيام يومين ولا يومين. حول هذه المسألة دكتور وبدأنا بها. نعم، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنعم شعبان شهر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم شعبان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية للبخاري كان يصوم شعبان كله. كله كله يقصد بها كله ولا للتغليب دكتور؟ لا، كله كاملا. الله أكبر. وفي رواية كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يتابع الفطر أحيانا وحين يتابع الصيام. نعم، عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقضي في شعبان ما فاتها من رمضان، تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن يقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. إذن شعبان أمره عظيم، وهو مفتاح شهر رمضان. هو بين شهر حرام شهر رجب. نعم، بعد رجب. بين نعم. رمضان بعد رجب، يعني أن شعبان سبب الغفلة عن شعبان أنه بين رجب ورمضان، وهي شهرين عظيمة. نعم، هذا لحرمته وهذا لصيامه. نعم، ولهذا يغفل الناس عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيامه، لكن مع هذا كله ومع كونه مفتاحا لشهر رمضان إلا أن هناك منهيات. جميل. في الصوم، أول حديث ربما نتناوله هو الحديث الوحيد الذي خرجه الترمذي عن مسلم. الترمذي رواه عن الإمام مسلم. جميل. يعني حدثنا مسلم ابن حجاج، هو الموضع الوحيد الذي أخذه عن مسلم، وطبعا أخذ عن البخاري كثيرا
خرج عن شيخه محمد إسماعيل البخاري أبو عيسى الترمذي في عشرة مواضع، وفي عشرات المواضع ينقل عنه قال محمد إسماعيل سألت محمد بن إسماعيل. لكن مسلم هذا هو الموضع الوحيد الذي خرجه عن مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري من حديث أبي محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحصوا هلال شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان لرمضان. طبعا المعنى واضح أنه احرصوا على إحصاء عدة شعبان من أجل أن تتيقنوا دخول رمضان. قال أبو عيسى الترمذي بعد هذا هذا حديث غريب. معنى غريب دكتور؟ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. غريب عند الترمذي يعني ضعيف، ليس له إلا هذا الإسناد فيستنكره. إذا قال أبو عيسى الترمذي غريب، هذه أمارة الاستنكار. قد يقول حسنا غريب، هذا جيد، يعني فيه علة لكنها قد لا تكون قادحة، لا تكون علة قوية مؤثرة في الصحة، ويقول حسن غريب. لكن إذا اطمأن إليه قال حسن صحيح. هذه مراتب الصحة عند أبي عيسى الترمذي في جامعه واصطلح عليها. بل قيل إنه أول من أتى باصطلاح الحسن. جميل، يعني قوله حسن صحيح هذا شيء، وقوله حسن هذا أول ما جاء به الترمذي. نعم، يعني قالوا أول ما من أشاع ونشر هذا المصطلح أبو عيسى الترمذي. قوله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فيه إنكار. ثم قال والصحيح ما روي من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وفي رواية إلا رجل. طبعا هنا إشكال نحوي تناوله الصنعاني في سبل السلام، نشير إليه على عجالة ما دام الموضوع أمالي. جميل يا شيخ، رسيم أنه والله نستمتع كيف تطوف بنا أينما شئت. بارك الله فيكم. قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذه رواية في الصحيحين وردت عند البخاري، واختارها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، تكلم عليها الصنعاني في سبل السلام. قال في إشكال لأن رواية مسلم إلا رجلا، المستثنى يكون منصوبا، يعني يستثني رجلا كان يصوم صوما فليصومه، يعني وافق اثنين أو خميس في آخر شعبان يصومه. قال أما رواية إلا رجل فعلى تقدير إلا أن يوجد رجل كان يصوم صوما فليصومه، فهي فاعل لفعل محذوف، وضع له تقدير يعني إيه دل عليه السياق. طبعا يقولون التقدير مهم عند النحويين، لم تخطئ النحوي به. جميل دكتور. إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. قول الترمذي شيخ لما قال غريب، هل هو يقصد نوع من أنواع الأحاد العزيز والغريب والمشهور، هل هو يقصد هذا أم له مصطلح خاص به؟ لا هو نعم يريد الغرابة التفرد، مطلق التفرد، وهي علة عنده. جميل. أحيانا يكون تكون الغرابة والتفرد علة عظيمة، فلو تفرد شخص غير معروف برواية عن الزهري، أين أنت ضائع؟ أين تلاميذ الزهري أئمة؟ الإمام مالك والليث ومحمد بن سعد وأيضا يونس بن يزيد الأيلي وعقيل وشعيب، أين أنت عند هؤلاء؟ هذه علة محمد بن الوليد الزبيدي. نعم، فعلة علة، أين تلاميذ هؤلاء؟ هذا تلاميذه أئمة. يعني مثل واحد يروي خبرا غريبا عن الشيخ ابن باز رحمه الله وكبار تلاميذ باز ما يعرفونه، الذين لازموه 20 سنة و25 سنة، وبعضهم لازم 30 وبعضهم لازم 50 سنة. شيخ زرقاسم عبد الرحمن براك، شيخ الزراجحي، شيخ عمر العيد، هالمجموعة من المشايخ قالوا مثلا ما نعرفه والله عن ابن باز. ثم يأتي الطالب ربما كان صغيرا وربما كان غير معروف مثل هؤلاء ولهم مقرب من الشيخ مثلهم ويرويه، أو سائق للشيخ أو عامل في مكتبه تروي خبرا غريبا ما عرفه هؤلاء،
فلذلك هذه أمارة النكارة عند أبي عيسى الترمذي. فيقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذا قال أبو عيسى الترمذي عن حديث هذا كبر عليه، لأن ما يقول إلا إذا لم يجد أملا في تقويته. إذا في أمل حسن غريب حسن، أما إذا قال حسن صحيح فهذا دليل على القبول، لأنه بلغ مرتبة عليا عند أبي عيسى الترمذي في القبول. إذن قوله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. طبعا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من أوائل العلماء الذين تفطنوا لضرورة الجمع بين النصوص بين مظاهره التعارض، لأن كما تعلم أول من صنف في هذا الباب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المطلبي في كتابه اختلاف الحديث، وكان غصة في حلوق المعتزلة. الله أكبر. وأهل العقل في زمنه فوجدوه أغلق عليهم كل المداخل، وقال ما في تعارض، هذا على حال وهذا على حال، وأما هذا ناسخ وهذا منسوخ، وكلما جاءوا بنصين ظاهرهما التعارض حل هذا الإشكال الإمام الشافعي. نعم، والرسالة تقع في نحو 200 صحيفة رسالة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي توفي سنة 400، فهو أقدم من ألف، ولهذا يقول السيوطي أول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي، فصنف في هذا. بعد ذلك جاء ابن قتيبة 276 توفي، وسيأتي معنا في هذه المسألة في رؤية الهلال. جميل. ابن قتيبة 276 صنف تأويل مختلف الحديث، وأخذته الغيرة للسنة وأنشأ تأملات واستنباطات في الجمع، وفي بعضها كان هناك شيء من الانتقادات له، قالوا استعجل أو أخذته العاطفة أو الغيرة. لا، نقول نحن أمام رجل عالم موسوعي متفنن لغوي، فما أورده كثير مما أورده ابن قتيبة من بعده عالة عليه. بعد ذلك أبو عيسى الترمذي 279 توفي، تنبه في جامعه للجمع بين النصوص، ثم جاء أبو جعفر الطحاوي 321 وألف شرح مشكل الآثار وغير ذلك، تتابع التصانيف في هذا الباب. لكن أبو عيسى الترمذي يعني لما ذكر هذا الحديث قال والصحيح ما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ندع هذه المسألة قليلا وننتقل إلى مسألة شبيهة لها عند الترمذي، وهو لما تكلم عن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا كذلك من المسائل المطروقة دكتور. إيه؟ يعني إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هل يصام بعد نصف من شعبان مثل وقتنا هذا أو لا يصام؟ نعم، قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ومشكلة هنا صححة، لأن كبار الحفاظ على استنكاره، استنكره أحمد والبخاري ومسلم لم يروه، وجماعة من الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي لا بأس، لكن أبو عيسى الترمذي صححه لأن ظاهره الصحة، ومسلم احتج بالعلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة في عدد من الحديث، لكن هذا الحديث بالذات تنكبه مسلم بن الحجاج لم يخرجه، فهو من مناكير العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة. عرف العلماء أنه مخالف ومنكر ومعارض لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي رواية البخاري كان يصوم شعبان كله، فكيف إذا كان يصوم شعبان كله وهنا إذا انتصف شعبان لا تصوم؟ من صححه من العلماء قضى بنسخه، قال هذا صحيح منسوخ، أي منسوخ
خلاص منسوخ العمل ليس عليه ونسخ، لأن عمل أهل العلم على خلافه. أبو عيسى الترمذي لا، له تخريج آخر قال: ومعنى ذلك أن يترك الرجل صيام رمضان حتى شعبان، أن يترك الرجل صيام شعبان حتى يقطع النصف ثم يبدأ الصيام لأجل رمضان. جميل. حملا على حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان. فهو إذا صحح جمع. جميل. بين النصوص. هذه طريقة أهل العلم، يقول هذا حديث صحيح، طيب في حديث آخر يعارضه نجمع بينهما. كما قال إمام الأئمة ابن خزيمة: لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان. لا يمكن يتناقض كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو باب أولى كلام الله عز وجل في القرآن الكريم، لا يمكن. لا يمكن، ولذلك قال: لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني أوفق له بينهما. الله أكبر. هذا إمام الأئمة ابن خزيمة الذي توفي سنة 11 أو 300، يعني من كبار الأئمة في عصره، صاحب كتاب التوحيد والصحيح، وإن كان الصحيح فقد إلا جزء العبادات. صحيح ابن خزيمة. نعم، يعني موجود عندنا من صحيح ابن خزيمة في العبادات فقط، ربع العبادات. نعم، ولهذا إذا وجد نقل عن ابن خزيمة في المعاملات أو في الجنايات فيعض عليه بالنواجذ، كما قد يورده الحافظ ابن حجر في البلوغ أو بعض من صنف في كتب الأحكام أو التخريجات. إذن لا يوجد حديثا متعارضا، ولذلك قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في النونية: ما بين ألفاظ النبي تعارض والنص يعرفه أولو العرفان، من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان. الله أكبر. يعني أنت ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استشعار هذا أمر عظيم. إيه، قالها في مبحث الرد على من أنكر أحاديث الرؤية وهي متواترة. رؤية الله عز وجل. رؤية المؤمنين ربهم. نعم. رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. إذن لا يوجد تعارض، ولذلك أبو عيسى الترمذي حمل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يعني أن تترك صيام شعبان من أوله حتى يكون في آخره وتبدأ تصوم لأجل استقبال رمضان. فهذا وجه، ولهذا ذهب الشيخ ابن باز. نعم. والوجه الآخر أن بعضهم قال منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. الذي يصوم بعد النصف لا يعد استقبل رمضان بيوم أو يومين، لأن النهي على يوم يومين. لكن كون أبي عيسى الترمذي حمله هذا وجه معتبر. كذلك هنا لما صحح حديث لما روى حديث أحصوا هلال شعبان لرمضان قال: والصحيح ما روي عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: لا تقدموا رمضان. جميل جدا دكتور. طيب دكتور، الحكمة من التحريم صيام قبل رمضان يوم أو يومين، نعم، لماذا جاء النهي في هذا؟ نعم، لأن الشريعة حرصت غاية الحرص على عدم وصل الفرض بالنفل، لا يجوز. ولهذا الإمام مالك أنكر غاية النكير صيام 6 من شوال بعد رمضان، لأنه خشي أن يدخل في رمضان ما ليس منه. ومن أصول الإمام مالك سد الذرائع، فيقول: لا تفعل، لم أجد أهل العلم يصومونها، لم أجد أهل المدينة يعملون بهذا. ولهذا قال بعض أتباع الإمام مالك كالونشريسي في القواعد، قال: وما قاله الإمام مالك وقع، فقد ذهب بعض العجم إلى يظنون أن صيام 6 لا بد منها لرمضان. الإمام مالك عنده نظرة، بعض الناس يقول هذا كلام فاضي والسنة صحيحة والإمام مالك ما يلتفت إلى كلامه. يا أخي هذا له نظرة، هذا إمام متبع، أجمعت الأمة على قبوله وإمامته، وله فقه رحمه الله، وله مذهب ذهب إليه آلاف الأمة. يعني فلهذا قواعدهم ونظرتهم شديدة، هو من أصوله سد الذرائع. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن توصل صلاة بصلاة، يعني تصل النافلة بالفريضة حتى يخرج أو يتكلم، يعني لا يحدث انقطاع. إيه سلمت من الفريضة لا تقوم تصلي النافلة، عشان كذا بعضهم دكتور غير مكانه أحيانا إذا جاي يتنفل جيد، أو تذكر أذكار الصلاة وتستغفر وتتكلم بعدين يعني الشاهد أن وصل العبادة الفريضة بالنافلة غير محبب. وأنا أعرف مجموعة يا دكتور، أذكر أحدهم يقول والله أني كنت أظن أن الراتبة فرض، قال أنا شأت كذا أنه أشوف والدي ويقول لازم تتسنن بعد الصلاة، فأنا أصلي الظهر أصلي بعدها أربع، ظن مني أن الأربع النافلة أنها فرض فريضة أنها واجب، وأني آثم لو تركتها، وأني فبعض الناس يضم مثلها. بعضهم يقول إذا اعتمرت ولا حجيت لازم تزور المدينة ترى تأتم، ظن منهم مثل هذا أنه فرض هو لم يفرض. أي خطأ. أنا ذهبت في عدد من الرحلات قديما في الرئاسة العامة لرعاية الشباب لما كانت بهذا الاسم، فكان هناك رحلات توعوية وتثقيفية للشباب، وأنا يعني أكون المشرف الديني والثقافي، فأجد بعضهم يقوم يصلي بعد ما نسلم من الصلاة يقوم يصلي، فأنهاهم عن هذا ذلك، فانتهوا أهل السنة انتهوا. لكن مثلا الشيعة يريد أن يقوم يصلي، فنحن نشك نقول ربما لا يرى صلاته معنا صحيحة فيعيد الفريضة، منعت الجميع. ذاك إذا كان على الشيعي يذهب آخر المسجد أو يختفي أو يصلي في مكان آخر يعيد صلاته كما يحب، نحن بس إنما السنة يعني التي نطبقها هي هذا، يفصل بين النافلة والفريضة. نعم. وأيضا هنا لو وصلنا شعبان أو استقبلنا، هذا مذهب عند الشيعة والزيدية، يقولون نرحب برمضان، هذا بدعة بالصيام، نرحب به بالصيام نرحب به بيومين ثلاثة سبحان الله للتعود. هذا مذهب عندهم وهو مخالف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأهل السنة على عدم استقبال رمضان بصيام. فالذي فرض علينا صيام رمضان حرم علينا أن نتقدمه بيوم، وحرم علينا كذلك يوم العيد، يعني اليوم الذي قبله يفطر ويوم العيد يفطر ويصام شهر رمضان. نعم. مستقلا عنه. وانظر العدل، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني من يصوم الاثنين والخميس قال هذه عادته، لم يرحب من أجل هذا، وافق الاثنين يوم 29 أو يوم 30 مثلا وافق صومه. طيب دكتور، اللي عليه قضاء من رمضان ولم ينتهي واضطر أن يصوم قبل رمضان يوم أو يومين، هل يصوم ولا يقضي في هذا اليومين أو لا يقضي؟ لا حرج. نعم. السبب ما كان ذا سبب يجوز، لكن ما ليس له سبب نفل مطلق، هذا هو الذي نهي عنه. لهذا نقول جاء النهي عن استقبال رمضان بصيام تطوع، وجاء والإمام مالك رحمه الله رأى أن لا يتطوع بعد رمضان، لازم تفصل بين العبادة والفريضة. طبعا هو سيفصل بين رمضان والفطر العيد، وهو واجب الفطر لا يجوز صومه، ولهذا استحب بعض العلماء أن تشرع في صيام الست من اليوم الثاني من شوال، لأنه قد فصلت بالعيد، مسارع في الخيرات ومسارع. لكن الإمام مالك حذرا من أولئك، وقد ظنوا أنها الست لازمة لرمضان فسد الذراع، وهي من أصوله. كذلك جاء النهي عن وصل الصلاة بصلاة، فهذه الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يوم. جميل، حسن الله إليكم شيخ. هل بقي شيء في شعبان ولا ننتقل دكتور إلى رؤية الهلال؟ وكيف يتراءى الهلال وبماذا يثبت الهلال؟ ما زالت هذه المسألة في الأهل مرتبطة بشعبان. صحيح. ففي صحيح البخاري حديث صوموا لرؤيته، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وجاء من حديث أبي هريرة وغيره، طبعا قوله فأكملوا العدة في رواية آدم ابن أبي إياس شيخ البخاري تفرد بلفظة فأكملوا عدة شعبان 30. العدة مراد بها دكتور عدد الأيام 30، عدد أيام الشهر.
جمهور الروايات على أنه فأكملوا العدة مطلق لم يحدد شعبان. إيه فأكملوا العدة إن غم عليكم فأكملوا العدة مطلقا في الترائم. وورد فإن غم عليكم فاقدروا له. والمراد باقدروا له وهذا حديث ابن عمر في الصحيحين. طبعا اقدروا له اختلف العلماء في تفسيرها على قولين. القول الأول أي ضيقوا عليه، والتضييق يكون بإكمال العدة بأن يكون 30. أين؟ وقال بعضهم فاقدروا له أي قدروا وتحروا رؤية الهلال. فيعني تحري رؤية الهلال يكون أو ثبوت دخول الشهر يكون بتحري رؤية الهلال أو بإكمال العدة، كلاهما يثبت به. نعم. وقيل اقدروا أي اقدروا له أي احبسوا احبسوا. فيه من قوله تعالى فمن قدر عليه رزقه أي ضيق فلينفق مما آتاه الله. وظن أن لن نقدر عليه في أحسنت لن نضيق عليه. وأيضا قال فلا تبسطها كل البسط كل البسط. نعم. قال فلا تقدر. نعم. يعني جاء النهي عن التضييق مطلقا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا يعني معنى القدر يطلق على معاني منها سورة الفجر الشيخ وأما الإنسان إذا فأما الإنسان ابتلاه ربه فمن قدر فيقول ربي أكرم أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. أحسنت. فقدر عليه رزقه أي ضيقه فلينفق مما فيقول ربي أهانا في سورة الفجر. وهنا قال فمن قدر عليه رزقه يعني فلينفق مما آتاه الله. حنا قدر علينا في الوقت دكتور على الفاصل. نعم. ضاق علينا الوقت لازم نطلع فاصل دكتور. هذا من التضييق. اسمعنا دكتور ناخذ فاصل ثم نعود حتى نستكمل هذا هدية الماتع. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود حتى نتراءى الهلال سويا مع ضيفي وضيفكم دكتور جبران سحاري. وبه لريب السائلين جلاء. فقه وصول والحديث علومه عربية هي للحوار. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم. عدنا لكم بعد الفاصل وكان الحديث مع الدكتور جبران في مسألة الدكتور دخول شهر رمضان بماذا يتبين وعبارة أو لفظة أقدر له في شهر شعبان. نعم نعم ذكرنا القولين وأن القول الأول هي ضيق عليه في رؤية الهلال. وبعضهم يقول إن التضييق هو أن يبكر في دخول رمضان. يعني يأتي أنه فقدروا له أتم 30 يوم ويأتي كذلك في معنى آخر 29 يوم شعبان نبدأ في رمضان. نعم هذا قول. وطبعا هذا مرجوح لأنه لا بد من رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30. رواية آدم بن أبي إياس فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 وأكملوا عدة شعبان 30. طبعا آدم بن أبي إياس إمام وهو شيخ البخاري الذي رحل إليه إلى عسقلان. الله. وبقي عنده يأخذ العلم وهو أول من صنف كتابا في العلم آدم بن أبي إياس. ويعني علم آدم بن أبي إياس أن البخاري كان يأكل من ورق الأشجار الجوع من شدة الجوع وفقد النفقة ولم يخبره يعني بهذا. فيعني غضب وبادر في النفقة يعني اتيانه بالمؤنة إلى آخره. هذه عسقلان دكتور لمنها ابن حجر العسقلاني. نعم وهي في فلسطين.
هي غزة الآن؟ لا، مدينة اسمها عسقلان موجودة بهذا الاسم. نعم نعم. ففي ونسب إليها عدد من الأئمة. إذن آدم بن أبي إياس تفرد بهذه اللفظة وليست منكرة، فتحمل على الصحة، ولذلك خرجها البخاري في صحيحه. في أحد العلماء من العبادل الذين كانوا في مدينة صعدة، يعني من الأجداد القدامى، يعني أظن أنت منكم ولا؟ نعم أنا معكر. الله يبارك. صنف رسالة عثرت عليها مخطوطة قبل 20 سنة، وأنا أعمل على إخراجها لكن فقدت بعض الصفحات، فيها طمس أو سقط، لعلي أجد نسخة أخرى يا رب. تحدث عن شخصية آدم ابن أبي إياس في صحيح البخاري. عجيب. ومن هذه الشخصية هذه الرواية. سبحان الله. شوف، تفرد بها لكنها موافقة للنصوص، ما فيها نكارة. بعض الناس يتفرد بلفظة يصير فيها نكارة، لكن كونه يختار هذه اللفظة وثابتة وتحمل على معنى الأحاديث، هذا يدلك على إمامة. فنجد مثلا الإمام مالك تفرد بأشياء عن الزهري، منهم من قضى بصحة قول الإمام مالك على 10 من أصحاب الزهري. يقدم قوله. إيه، رجل يغلب 10 وأئمة ثقات أيضا. الله أكبر. يعني كيف يرجح بهم؟ هذا يدلك. ولهذا قال ابن دريد في مقصورته: والناس 1000 منهم كواحد. واحد كالألف إنما منعنا. إيه نعم. فهذا يعني يقول لك إن هذا، لكن هذا نادر، لأن الغالب الكثرة والطلب والزمالة، يندر أن يصيب، إلا إذا كان هو ذكر خاصا وهم ذكروا عاما، فيمكن الجمع، يمكن الجمع. مثل الإمام مالك يقول من العوالي، عوالي المدينة، وهم يقولون، هم يقولون يذهب الذاهب إلى العوالي، ومالك يقول يذهب إلى قباء، فجمع بعضهم وقال إن قباء من العوالي. فهو ذكر الخاص وهم ذكروا العام، العام، فلا تعارض. لكن لو أردت أن تقول في فرق بين العوالي وقباء سأرجح مالك، هذا لك ذلك. لكن هناك من جمع بينه. ولذلك قال السيوطي: والجمع إن أمكن لا تنافروا. ليس هناك تنافر إذا أمكن الجمع. فهذا ما حاصل، ما يقال في إكمال عدة شعبان 30 من أجل رؤية هلال رمضان. من الطرائف ترأينا الهلال عام 1418 في القرية. جميل. فلم نرى ولم نسمع، طبعا في جازان في القرية، فلم نرى وسمعنا في الإذاعة أنه لم يرى في الإذاعة والتلفاز، فأتممنا شعبان. فجاء إمام المسجد في القرية وقال: أنا أخبركم متى رمضان. فضحكوا، قالوا: نعرف أنه غدا، لأننا أتممنا 30، هل تريد أن نتم 31؟ وكذلك مثله في العيد في نهاية رمضان، لما لم يرى ليلة 29 أتممنا رمضان 30، قال: أنا أخبركم متى العيد. هذا هو التضييق. أنا ما يمكن تقول اليوم 31، الشهر يكون 29 يوما أو 30. فإذا تم شعبان 30 يوما بدأ رمضان. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين في حديث الإله: إن الشهر يكون 29 يوما، يعني يكون 29 ويكون 30، كلاهما شهر، ليس كالسنة الميلادية 28 و31، أشهرها ثابتة. إيه، لكنها يعني الشهر نفسه، مثلا تجد شهر يناير نفس العدد في كل سنة. إيه، ما يختلف. لكن يناير يختلف عن فبراير مثلا. إيه، في عدد الأيام. دكتور، الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة،
قل هي مواقيت، مواقيت للناس. رؤية الهلال وتراء الهلال، هل هو يدخل في العبادة يؤجر صاحبه على مثل هذا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتراء الهلال وأمر الصحابة، ولما رآه أعرابي اعتبر برؤيته كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن بإسناد صحيح، وقال يا رسول الله، طبعا حديث ابن عمر أني رأيت الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام على رؤيته، رؤية واحد رجل واحد. نعم، ابن عمر، وجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام في نفس السنة. ابن عمر والأعرابي يا شيخ أو حديثين مختلفان؟ لا مختلفان، مختلفان، يعني أن الأعرابي رأى وابن عمر يقول رأيت، وهذا فيما يتعلق بدخول شهر رمضان. يثبت بكم شاهد يا دكتور؟ يثبت برؤية واحد، ولهذا أورده جماعة من العلماء في الاحتجاج بخبر الواحد، وهذا منهج يعني أهل العلم، وهو وجرى عليه أهل السنة والجماعة بأن أخبار الآحاد حجة في العمل. وأما من قال من المتكلمين إن أخبار الآحاد تفيد الظن، ليست قطعية، إيه، ونحن لا نريد إلا ما يفيد القطع، نقول فلن تجدوا من دينكم إلا 5%. الحديث المتواتر قليلة، إيه، إذا أردتم القطع في كل شيء لا يمكن، لكن عندنا قاعدة تخرجكم من هذا المأزق. جميل. وهي أن غلبة الظن كافية في العمل، غلبة الظن كافية في العمل، فتنزل منزلة اليقين. فأخبار الآحاد وإن كانت ظنية إلا أنها تعطينا غلبة الظن، وغلبة الظن تكفي في العمل. لم يكلفنا الله تعالى بالقطع في كل شيء، بل هذا من بدع العقلانيين والمتكلمين، نقول إن غلبة الظن معمول بها في الشريعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بخبر الواحد ويرسل رسله ويبعث بعوثه إلى البلدان واحدا، ويؤمر أميرا واحدا، ويستمع إلى قول واحد. وربما أشهر حديث يعني في الإسلام إنما الأعمال بالنيات هو من غريب الأحد، غريب، نعم، سمعه عمر رضي الله عنه وحفظه على المنبر، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يعني الصحابة كلهم موجودون، لكن لم يرويه إلا عمر، إيه، لم يحفظه إلا عمر وتفطن. طبعا روية أحاديث أخرى عن غير عمر كأبي هريرة وغيره لا يثبت منها شيء، لم يثبت إلا عن عمر الحديث الفرد الغريب. كذلك أرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن وهو واحد، وأرسل عليا وأبا موسى الأشعري، مهما تعدد الرسل فهم أحد. فهذا يدلك على أهمية قبول. وأيضا قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هذا واحد. فالله تعالى تعبدنا بخبر الواحد في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي خبر موسى إن الملأ يأتمر بك ليقتلوك كان رجلا واحدا الذي أخبر الخبر هذا. أحسنت، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. وفي ياسين أيضا وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هذا واحد. تبعوا من لا يسألكم أجرا. جميل دكتور. بالنسبة لدكتور لرؤية الهلال الآن، أحيانا مثلا يعلن رؤية الهلال في السعودية ثم نجد دولة إسلامية مثلا تقول لا الشهر عندنا كامل، هل هذا عائد لاختلاف المطالع؟ ما معنى اختلاف المطالع؟ هل هذا معروف من زمن قديم أنه ربما أهل الشام كانوا يصومون وأهل مصر ما دخل عندهم الشهر إلى الآن وهكذا؟ نعم، اختلاف المطالع ورد فيها حديث معاوية وهو في الصحيح، وأن بعضهم صام، يعني بعضهم رأى الهلال فصاموا ولم يرى في الشام
فلم يصوموا، فقال هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن لكل بلد رؤيتهم، لكل بلد رؤيتهم. ولهذا فإن الاختلاف، اختلاف المطالع لا تدل على اختلاف المسلمين كما يظن بعضهم. إيه بعضهم يقول المسلمين لا يصومون في يوم واحد مثلا. إيه لا لا، هم أصلا هل يصلون في وقت واحد؟ جميل. فتجد الصلاة مثلا نحن نصلي الفجر وهم يصلون العشاء في بعض البلدان، في إندونيسيا مثلا هم يصلون وقت ونحن نصلي وقت آخر. وفي بعض البلدان الليل ساعة واحدة، ساعة واحدة والباقي نهار. فهذا كله يدل على اختلاف المطالع. وفي قوله تعالى يكور الليل على النهار، يكور النهار على الليل، والله تعالى هو الذي يصرف الأمور. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. فهذا يدلك على الاختلاف، ولكن كل ذلك بتقدير الله. في حديث النواس بن سمعان الكلابي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. ظنوه حوله قريب. قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. يا حبيبي يا رسول الله. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. الله أكبر. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالثبات. ثم قال إنه شاب قطط عينه عنبة طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ثم استقبل الراوي يسوق الحديث إلى آخره حتى جاء فيه وما لبثه في الأرض، قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، 40. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ هذا موضع الشاهد. قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له فيصام في هذا اليوم صلاة سنة كاملة في يوم واحد. ويقدر قدره. ولهذا يلغز به عند بعض الفقهاء فيقال رجل صلى الفطر والأضحى في يوم واحد. أنا يوم كسنة. رأيت جدلا في وسائل التواصل الأسابيع الماضية عن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وأن بعض الذين يزعمون أنهم قرآنيون فسروا الأيام يعني باختلاف، وقالوا إن يوما عند ربك، طبعا هذا يدل على أن أيام يوم القيامة عند الله مختلفة، لكن الأيام التي يقضيها العباد هي الأيام المعتادة التي نقضيها الآن، وهي التي أيضا يلبثها الإنسان في البرزخ في قبره في كذا حتى يبعث. ولذلك قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن المدة هي، لكنهم في يوم القيامة يرون أنهم ما لبثوا شيئا. بعضهم يستدل بهذا على إنكار عذاب القبر،
السلام. يقول يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني في قبورهم لو كانوا يعذبون لما لطول الأمد. ونسي أن المجرم يوم القيامة يعني يتضايق الوقت الماضي لما يرى ما أمامه من الحساب ولا يراه شيئا. سبحان الله. ومن هذا أن ربي لا تقوم الساعة على ما يجد يعني حتى كذلك من العذاب في البرزخ. نعم، وهو تشبيه أيضا ليس حقيقة. قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، إلا ساعة من النهار، وفي رواية وفي آية إلا عشية أو ضحاها في النازعات. في سورة النازعات. فهذا وقت قصير عندهم يوم القيامة، لكنه لا يستشهد به على ما يذهب إليه بعض القرآنيين من إنكار عذاب القبر وإنكار النصوص الواردة في ذلك، أعوذ بالله. ولهذا تفسير القرآن لا يفهم إلا بفهم سلف الأمة. وانظر في قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، منازل القبر حتى عاد كالعرجون القديم. وبلاغة التشبيه شبهه بالعرجون القديم لأنه يأتي يعني أشبه بالعود، يعني عذق النخل المطوي، نعم، من عذق النخل. وقديم كأنه بال مال إلى الصفرة اليسيرة. انظر دقة التشبيه حتى عاد كالعرجون القديم، فيصير صغيرا جدا لا يكاد يراه إلا حديد البصر. ولهذا الآن في الرؤية، في رؤية الآن تقول نترى الهلال، ما نستطيع أن نترى الآن لأن الرؤية تحتاج إلى شخص مثلا عنده حدة في البصر، في مكان كذلك بعيد عن إضاءة أو بعيد عنه، صحيح، في برية، أو وعنده بعضهم يستعين بالمراصد الفلكية، وأيضا يكون له رصيد من الرؤية، تعود على ذلك، على الترائي، على النظر. التلسكوب دكتور والمراصد وكذا ما في حرج في استخدامها؟ اي لا باش. نحن يعني كان لا يشترط العلم مجردة. اي لا، نحن كان عندنا ندوة فلكية في جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية، حضرها الشيخ صالح الفوزان صالح الحيدان رحمه الله آنذاك، رئيس من سعي القضاء. اي نعم، كان في المجلس الأعلى للقضاء، وحضرها فريق من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمراصد، وأقيمت في كلية الشريعة، وطبعا طبعت أعمالها. كان هناك الجمع بين النظرة الشرعية والاستعانة بالمراصد الفلكية وعدم إيجاد تعارض بينهما، وربما يأتينا يعني مزيد حديث عن هذا الجانب. جميل دكتور. أنا في ختام الحلقة دكتور ولا أرغب أن تنتهي وما عرفتنا بهذا الكتاب. نعم. أنت بين يدي كتاب ابن رجب الحنبلي. نعم، هذه رسالة للحافظ ابن رجب الحنبلي، طبعا هذه الطبعة قديمة بتحقيق عبد الله بن إبراهيم الرشيد. إيش كان عنوان الرسالة أو موضوع الرسالة دكتور؟ طبعت في مكتبة الكوثر بالرياض عام 1412. هذه الرسالة صنفها الحافظ ابن رجب أن حصل هناك إشكال فغم عليهم هلال شهر ذي الحجة. وهذا مهم للحج ووقوف بعرفة. نعم، سنة 84 في عصر الحافظ بن رجب، بأن في الدولة المملوكية، في دولة المماليك، بعد وفاة ابن تيمية يمكن بثلاثين أو أربعين سنة، لأن ابن تيمية توفي سنة 28 و700، شيخ تقي الدين ابن تيمية. فالحافظ ابن رجب ما أدركه، لكن أدرك ابن القيم تلميذه، لأن ابن القيم توفي سنة 51 و700، تأخر بعد شيخه 23 سنة في الخمسين، هذاك 28. فالحافظ ابن رجب عام 84 و700 يقول حصلت حادثة، وهي أنه غم هلال ذي الحجة، فأكمل الناس هلال ذي القعدة 30 يوم. إيه، على رواية آدم
التي ذكرناها ابن أبي يزيد. لكن الحكم منطبق على رمضان وعلى كذلك الحج. إيه نعم. الوقوف بعرفة. نعم، ولهذا نحن الآن في المملكة العربية السعودية تأتينا رؤية الهلال كل شهر. صحيح. تحريا لأشهر العبادات. بدقة وكذا. إيه. كل شهر تعلن. وكذلك حتى صيام يوم عاشوراء 10 محرم لابد من معرفة دخوله. صحيح صحيح. يسأل. في كل شهر يتتعلق به عبادة، فصارت المحكمة العليا عندنا تعلن ترائي الهلال في كل شهر للبناء على ما بعده. جميل. وهكذا. فيقول: تحدث الناس برؤية هلال ذي الحجة، وشهد به ناس لم يسمع الحاكم شهادتهم، واستمر الحال على إكمال عدة شهر ذي القعدة، فتوقف بعض الناس عن صيام التاسع الذي هو يوم عرفة في هذا العام، وقالوا هو يوم النحر على ما أخبر به أولئك الشهود الذين لم تقبل شهادتهم، وقيل إن بعضهم ضحى في ذلك اليوم وحصل بسبب ذلك اضطراب لغط وخلاف. إيه؟ فاستوجب أن يكتب هذه الرسالة. جميل. رسالة في رؤية الهلال الحافظ مرجب الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 95 و700. يقول: فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى وبه المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه المسألة لها صورتان، ذكر القرائن المجردة، وذكر حديث عائشة الصوم يوم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون، وهذا حديث صحة الترمذي. فهذا هو قوام الباب. دكتور، طبعا انتهى وقتنا في حلقة دكتور جبران. إن كان من وصية نستقبل بها الشهر. أي نعم، بارك الله فيكم. أرجو أن نكون انتهينا من كل ما يتعلق بالأحاديث الواردة في رؤية الهلال وتفصيل ذلك، والتعليق على رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله في رؤية الهلال، وأيضا كتب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة في رؤية الهلال في الفتاوى. ولكن أقول وصيتي لنفسي ولطلاب العلم أن يقبلوا على العلم، وأن يرجعوا إلى أهل العلم وأهل الأمر في الحكم بمثل هذه المسائل في الرؤية، وتثار مسألة جدلية كل عام في الخلاف بين الفلكيين والشرعيين، والواقع أنه لا خلاف. طبعا الحافظ ابن قتيبة رحمه الله، ابن قتيبة الدينوري، رأى أن الرؤية قد تثبت بالفلك، لكن يمكن الجمع بين الفلك وبين الشرع، بأن يقال إن الرؤية الفلكية، إن قواعد الرؤية الفلكية إذا لم تتعارض مع قواعد الرؤية الشرعية فمرحبا بها. التوفيق بيننا. إيه. أما إذا تعارضت وقال في قواعد الرؤية الفلكية تقتضي أنه لن يولد في هذا اليوم فلا تتراءى، نقول غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتراءي، وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أو فاقدروا له. إذا نقول لا بد من الرؤية، وأنه لا تثبت لا يثبت دخول شهر رمضان إلا برؤية هلاله أو بإكمال عدة شعبان 30، فهذا هو الحاصل. وأنه لا ينبغي أن يقال كل واحد يقول أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، وأن الفلكيين هم أصلا يقول نحن لا نعارض الشرعيين، وهم أهل العلم والفتوى ومعهم النصوص، لكن نحن نعطيهم قواعد معينة في الرؤية، ومع ذلك بعض القواعد قد تنخرم ولا تضطرد حتى وإن رأوها مضطردة في الحساب. في واحد ألف كتابا في أيام الله إلى سنة تقريبا 5000 ميلادي، ولكن تبين أنه في بعض الأعياد أخطأ لأنه اعتمد على الرؤية الفلكية، فرأينا وهو لم يرى رؤية الهلال، هو اعتمد وهو يقول العيد السبت ونحن رأيناه وصار العيد الجمعة. فالرؤية الفلكية لا تضطرد دائما، وفق الله الجميع مرضاته. بيان موفق وبارك، شكري لك دكتور جبران، رضي الله عنك وحسن إليك كما أثريتنا في هذه الحلقة الماتعة. بارك الله فيكم، وشكرا لكم أبا نايف، وأنا سعيد أيضا بهذا الحوار. الله يرضى عنكم. ختام مشاهدينا الكرام، استقبلوا شهركم بالتوبة والاستغفار والقلوب المقبلة على الرب جل جلاله سبحانه وبحمده. أكثر من الدعاء أن يسلم الله لكم رمضان ويسلمكم إلى رمضان، وأن يتسلمه منكم وتقبله وأن يبارك لكم فيه. أسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه، نحن وأحبابنا وأهلينا والمسلمين، ويتقبله منا يا رب العالمين.
استودعكم الله ونلتقيكم بإذن الله عز وجل في ميراث في شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميراث علم للمسامر سلوة، وبه لريب السائلين جلال.